والحقيقه بمناسبه اصابه عبد الشافي طبعا الف الف سلامه على كابتن محمد عبد الشافي نجم مصر ونجم نادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله انه يرجع الملاعب سريعا، والناس اللي دايما بتحاول تستغل اي حاجه لاثاره اي ازمه من اي نوع. الرياضه ساحه للمنافسه الشريفه، مش ابدا ساحه لتصدير حاله من حالات الغل والكراهيه. يعني ما اعتقدش انه اي مسؤول، بالذات وانا هنا بكلم المسؤولين في كل الانديه المصريه، ارجوكم شويه حاولوا تراعوا مشاعر الجماهير. فكره انه يبقى في حاله فتنه دايما مستمره تجنوا انتوا من وراها مكاسب باي شكل من الاشكال، ما اعتقدش انها تليق لا باسم الانديه وحجم الكره المصريه، ولا اسم الانديه المصريه، ولا بالمرحله اللي الدوله ككل بقى، مش بس في الرياضه، في كل شيء، في السياسه وفي الاقتصاد وفي كل شيء بتحاول انها تبني دوله جديده. فاعتقد في كتير من المفاهيم الحقيقه اللي محتاجه تتغير بشكل كبير عند كتير من المسؤولين في مصر.